السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سلسله فيديوهات ماتريكس اند ويج. اليوم نحكي على الكونسبت الثالث اللي هو السكشنال باند. السكشنال باند انفولف اونلي وان سيرفيس، وهذا راح يعطيني ادفانتج قويه بكيسات الام او والدي او، لان اذا انا استخدمت اليوم السيركمفرنشال ماتريكس توفل مال ماتريكس ابو الامل قبل اعتيادي، هذا الوجه راح يسوي لي سبيس بالسيبريشن توايز ذا ثيكنس اوف ذا ماتريكس. فبالتالي انا حاط الوجه وحاط الباند وشوف بعد عندي سبيس، بعد عندي اوبن كونتاكت. اما هذا السكشنال باند راح يعطيك سبيس سمولر ذان ذا سيركمفرنشال. شلون احضره؟ اجيب فلات باند، فلات متل باند، واقصه تو ذا ديزايرد لينث باللينث اللي انا اريده، بحيث الاطراف مالته تمتد تقريبا ثلث المسافه الميجيو ديستال دايميشن اوف ذا كراون باكالي ان لينجوالي. قبل لا احطه بالانتر بروكسيمال اريا لازم اقصه من الكورنر حتى اتجنب الدامج والتروما للجنجيفال اريا او الجنجيفال تيشو. بعد ذلك احتاج هنا انا استخدم اسوي له بيرنشينج او بري كونتورنج حتى يصير الماتريكس باند كيرف. وهذا مو فقط بالسكشنال، حتى بالسيركمفرنشال ابو الامالجام انا لازم اسوي، لان هذا فلات باند من احطه ما راح يعطيني كونفكس شيء، ما راح يعطيك كونتور شيء، ما راح يعطيك كيرف. فبالتالي انا احتاج اسوي هذه الخطوه مانيولي بالبرنشنج. بعد ما سويت هذه الخطوه اجي احطه بالانتر بروكسيمال اريا واثبته بالوجه، وهو مثبت بالوجه ارجع اسوي بري كونتورنج مره ثانيه للسكشنال باند. بعد ذلك اجي استخدم هنا شيء يسمونه لو كومباوند، لو فيسكوسيتي كومباوند ماتيريال، اللي ممكن انت هنا تستخدم الجنجيفال بارير او المعروف حاليا بالليكويد دام. احطه بالانتر بروكسيمال اريا وهذا لايت كيورد يتصلب فيكون مثابه ريتينر للباند. بس قبل لا اسوي له لايت كيور وهو بعد فلوبل، اسوي سلايت بريسنج، اضغط الباند على الادجسنت توث حتى يعطيني كلوز كونتاكت. لازم الباند مالتي سكشنال او التوفل مايل لازم يسوي لك تاش للادجسنت توث. وهو هذا الكونسبت حتى بالسيركمفرنشال ماتريكس، حتى بالاملجام لازم انا ادفعه حتى اسوي كلوز كونتاكت. بعد ما سويته هاي التكنيك اكتشفوها بسنه 1946 عن طريق عالم يسمونه سويني. بعد ذلك بسنه 1986 اجى عالم ثاني يسمونه ألفن ماير وطور هالمره ماتريكس باند بس بري كونتورد. يعني هذا هو اصلا راح يجيك كيرف، هو اصلا راح يجيك بي كونفكسيتي وكونكافيتي. هذا السكشنال ماتريكس باند الجديد اليوم اللي هو احنا كلنا نستخدمه يجيك من الديفرنت هايت اند ليث، يعني ميوكو جنجيفال الاوكلوجو جنجيفال الهايت مالته مختلف طبقا للكراون سايز اللي عندي. بس شو راح يجي؟ راح يجي بي انه التو اج مالته وحده كونكيف ووحده كونفكس. وبنفس الحاله هو بي جهه تكون كونفكس للداخل وجهه للخارج، عفوا جهه كونكيف للداخل. هذه الجهه اللي بوجهي هي الكونفكس، هاي تكون تواجه الادجسنت توث، والجهه الداخليه الكونكيف هذا تواجه الكافيتي بريبريشن. هذه الجهه الكونفكس الكونكيف راح تكون اوكلوجالي، والجهه الكونفكس راح تقعد على الجنجبه. مرات هذا الشيء يجي بي انترنال ايدج، يجي بي بروجكشن. هذا يفيدني بالكيسات اللي هي رايحه شويه ديب سيرفايكال اكستنشن بيها. هذا الوجه هذا الماتريكس باند يجي ويا رينج بعد ما حطيته اني بالانتر بروكسيمال اريا، ولازم تكون الكونفكس انجل مالته والكونفكس ايدج تواجه لك الجنجيفال. يجي هسه دور الرينج. الرينج وهذا الريجلر رينج بي تو شيب، واحد يكون راوند كروس سكشنال، يعني هذا التاينز مالته راوند كروس سكشنال، وواحد ريكتانجولر فلات ريكتانجولر كروس سكشنال. هذا يعطيك بيتر ادابتيشن راوند، اما ريكتانجولر يفيدني بالكيسات اللي في حال كان مالت البوكس فاشيو لينجوالي وايد. من يكون البوكس مالت لارج وايد ما يفيدني الراوند، يفيدني الفلات ريكتانجولر. احطه بالانتر بروكسيمال اريا وبعد ذلك اسوي له ويجنج وادفعه بحيث لازم يسوي لي التاتش للادجسنت توث، ويجي هسه دور الرنج الاعتيادي. ممكن انت تشوف اليوم عندي انا هواي رنجات هواي ديزاينات هواي شيبس من ناحيه الرينج من ناحيه، بس كلهن هذني يمتلكن نفس البرنسبلز، كلهن وظيفتهن يسوون لك ريستورنج للبروكسيمال سيرفيس، كلهن نفس البرنسبلز مع الماتريكس.
بقد بين موديفيكيشنز، مثلا عندك هذا النوع الجاريسون يجي التايز مالته به النوتش حتى تفوت من خلال الوجه. بعد بسيليكون فيس، سيليكون تيب فيس، هذه تعطيك جود ادابتيشن المن للماتريكس، بحيث الماتريكس باند مالتك هذا يسوي لك راح يقعد بالامبرج اريا فيضغط لك على التو ستراكشرز بحيث ما يطلع عندك اكسس ماتيريال اوف ذا كومبوزيت. والوظيفه الثانيه والاهم للرنج بشكل عام هو يعطيك اديشنال دنتال سيبريشن. السيبريشن ما يعطينا بس الوجه، انا كذلك تعطيني اياه. والرنج مالتي لازم قاعده بالامبرشر اريا بحيث جزء من عتها لازم لي الماتريكس ويتوس ستراكشر، وجزء من عتها لازم لك الادجسنت توث. وشكرا.